السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه genie.ai ده بيخليك يسهل عليك الكتاب، هو بيتنبأ باللي هتكتبه بعد كده. يعني لو تكتب مثلا جمهورية فيروح قال مصر العربية وهكذا، بيسهل عليك الكتابة. فبيقول لي إن أنت ممكن تستخدمه student أو content writer أو just looking. تمام، خلينا content writer. أنت عايز تكتب عن إيه النهاردة؟ خلينا نكتب بالعربي وليكن مثلا عن آثار مصر، وأقول له start writing. تمام، هو خلاها بالإنجليزي وبيقول لي دوس على الرايت السهم اليمين. تمام اهو، بحيث ان هو يكمل. عايز ريفرنس، اقول له ات، فيبدا يجيب لك ريفرنس للكلام اللي هو موجود. تمام، فما شاء الله هتكتب رسالة دكتوراه بسهولة جدا يعني. طب ات يبدأ يجيب لك المراجع اللي ممكن تضيفها للمقالة. كويس جدا للبحث العلمي. طبعا ممكن تنسخ الكلام او تيجي هنا وتقول له اكسبورت دوكومنتس وتصدره سواء HTML او تنسخه للحافظة. انا بيقول لك اوتوماتيك، لو دوست كنترول وجي اعمل مانوال سجستر، اقتراحات مانوال. هنا بيقول لك انت عايز بلوج ولا ايميل ولا فري فلو، زي ما انت عايز. ممكن بقى تفحص. تمام، بس هيبقى بفلوس. فموقع جميل، اتمنى يعجبكم ان شاء الله.